أركان الصلاة. الركن كان ينش. القيام مع القدرة. هستان ببيتو أنا. لابد أن يقوم في الفريضة. بيويست لكان يجا فرزكانا هلست. ويسقط القيام عن العاجز. وكسيك أجر نتواني أو الركنين لسر ناميني. أما صلاة النافلة يصح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. بلام لكاتي نيجي سنته أو درست بدانشتنا ونيجبك بلام نيوي أجري كسي ببيوة وردقريت. ثم تكبيرة الإحرام. أم جارة الله أكبر إحرام. نعم هي قول الله أكبر. بلى أويش بريتي لو تني الله أكبر. وقراءة الفاتحة. وخند نوي سورة فاتحة. لابد أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة. بيست لهم ركعتك سورة فاتحة بخيني. في الصلاة السرية والجهرية. لن يجاس نهنيو أشكرا كندا. لا تسقط الفاتحة بحال من الأحوال. بهيت شيء ويك سورة فاتحة لا سريج كسيج ناكره. إلا في حالة واحدة. إلا ليك حالة دانبين. أن يدرك الإمام راكعا فيكبر تكبيرة الإحرام ويدخل معه في الركوع وتحسب له الركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أو كات النبي كبقات إمام داو إمامش لا ركوع دايا أول سرق سيبي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو ركعتي بودش مردريت. ثم الركوع. أمجار كورنوش بردن والرفع من الركوع وهستانوة لكورنوش بردن السجود على الأعضاء السبعة أمجار سجدة بردن لسرحة ودندامكا الرفع من السجود هستانوة لسجدة الجلسة بين السجدتين دانشتن لنيوان هردو السجدة كدا الطمأنينة لابد أن يطمئن لا ينقر الصلاة نقرا بسرعة دلنيايو آرامي لن يشكاني دا واتا دنوك ندا لعرزك وكو دنوك داني لابد أن يرتب بين الأركان وبيويستا الركنكان لدواي يكتريبا ولابد أن يقرأ التشهد الأخير وبيويستا تحياتي أخير بخيني ولابد أن يقرأ التشهد الأخير وهو جالس وتحياتي أخير وتشهدي أخير بخيني لكاتك أو دانشتوا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية بصلاة إبراهيمي صلوات بدأت تزر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم والتسليمتان وهردو تسليمتان